مستوى الدراسي حاليا باك بلس 1، يعني حاليا عندي الاس 2 في ماده القانون، قانون الخاص بشعبه المنسيه الاعمى. يعني في سنه 2022 شهر 8 وقع لي هذا المشكل هذا، وتحكمت بالسجن باربع سنوات حبس النافذه، بقيت ثابت صافي. وقع الغلط و اول دخله عندك الحبس؟ هذه اول مره، اخر مره ان شاء الله. يعني في الاوقات الاعياد ورمضان كتكون شويه الوقت صعيب، كيكون مولفين انا ندوز الاعياد ديالنا مع الوالدين مع العائله في الدار، ملي كيجينا في السجن يعني كيدوز ليك واحد الوقت صعيب شي حاجه، يعني كتوالف مع الوقت. الحقيقه الحياه ديالي تبدلت بزاف. ملي كنت في الزنقه كنت في واحد الحاله الطيش، وواحد الحاله يعني لا عقلانيه، كلشي كنفكر. ملي طلعت من الحبس حاليا بحال اللي تهدن شيئا ما، بقيت شي كيف ما كنت في حاله الطيش وفكرت الحياه ديالي، وبحال اللي خديت واحد البوز في حياتي. في الحبس يعني كنفيقوا في الصباح، كنفيقوا مع 10 صافي، كنخرجوا من الساحه الفسحه، كنرجعوا كنفطروا صافي عادي، كنبقى شويه اللي تدخل تصلي، عندي شي عندي شي كتاب تقرا شي حاجه، يعني ماشي ليكش نهار خاوي، كتحاول تعمل الوقت ديالك قدر الامكان، يعني ماشي ليكش نهار ديالك خاوي. العلاقه مع الزملاء ديالك؟ الحقيقه علاقه مزيانه وكلشي بخير، يعني كاينش مشاكل. كنت تتبع القرايه ديالك هنايا؟ انا كنت اصلا الباكالوريا ديالي ديتها في السجن، يعني في مؤسسه. حاليا دابا عندي الاس 2 دور عام ثاني في ماده القانون. قبل ما نتشبر يعني 2022 كان عندي الباك، يعني كان عندي دوزيام اني باكالوريا صافي، ما كملتش العام الدراسي ديالي، يعني تشبرت صافي كتاب الله، طلعت من الحبس وكملت الدراسه ديالي، يعني شبرت الباك ومجهودات صافي. من الباك فكرت اني نكمل في شعبه القانون. صح حاليا دابا عندي الاس 2، الاس 2 ان شاء الله الكتاب وخروج تكون عندي الاجازه ديالي، كنخار ان شاء الله الاجازه نقدر ندبر يعني الخدمه دغيا ان شاء الله. اكثر حاجه ندمت عليها في الزنقه انني ما كنتش كنتبع الهضر الوالدين ديالي، انني ما كنتش ماشي في واحد الطريق ليا مزيانه، كنت تابع غير الدراري واصدقاء السوء. رساله موجهه لوالدك غنقول اسمح لي بزاف على هاد الشيء دوزتك معايا، يعني عملت واحد الغلط وتينا كتخلص معايا، يعني اسمح لي بزاف. العائله ديالي كامل، خوتي الاب ديالي كلشي، اسمحوا لي بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.